أنا دا أتكلم عن بعض الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا هذا، وهي من المحرمات، وبعضها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الظاهرة الأولى تعليق الكمون، الكمون أو ما يسمى بالحبة السوداء في السيارات، يعني في العربات وفي الدكاكين البغالات، وبيعلقوا الكمون في كيس أو في قطعة تلقاه معلق في العربية تحت المراية القدام، أو معلقينه تحت الدركسون، أو معلقينه بالصيدلية، صاحب الصيدلية أو صاحب البغالة عنده بغالة كبيرة يعلق فيها كيس بتاع كمون بالجنبة، أو الكمون ذاته بيعلقوه في على رقبة الشفع الصغار. وفي ناس تانين كمان، دي ظهرت موضة جديدة، بيعملوه في شكل حجاب من الألمونيوم، صغير كده لونه ألمونيوم فضي، ويخطوا فيه كمون بمعلقينه الشباب، بعض الشباب معلقينه في رقبته. شرك وموضة. أول حاجة حكم تعليق هذه الأشياء أنها من التمائم، لأنه بيعلقوها إما لجلب نفع أو لدفع ضر. يقول لك دي بتحفظ، الكمون ده بيحفظ من العين أو بيحفظ من السحر، أو بعضهم يقول لك بيحفظ من العارض إلى آخره، وده علقوا لدفع ضر وجلب نفع عشان يحفظه. ودفع الضر وجلب النفع كله بيد الله سبحانه وتعالى، الكمون ما عنده دخل في الحتة دي. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالنفع والضر كل بيد الله عز وجل. فالبيعلق كمون على نفسه أو في عربيته أو يعلق في دكان عشان تنفع أو تضر، يعلم أول حاجة إنه النفع والضر الاثنين بيد الله عز وجل، بنص الآية الكريمة وآيات كثيرة. حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيده النفع وليس بيده الضر، مع أنه سيد الناس وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكن لا بيد النفع ولا بيد الضر، ولا يقدر ينفع رقبته ذاته ولا يقدر يضر رقبته صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل للناس وريهم، قل يعني يا محمد، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني الأمر كله بيد الله وليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده هناك ربنا قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب إذا كان ده النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك النفع ولا يملك الضر، يجي شيخ طريقة فكي ساكت يدعي إنه بينفع أو بيضر، يكتب لك حجاب تعلقه، أو أنت ذاتك تشتري لك كمون وتصره في كيس تعلقه، صاري في كيس ليه؟ ما تعلقه بدون كيس، خليه يشتت، يقول لك لا بيشتت. أيوه، يعني الكيس بيحفظ الكمون، يعني الكمون محتاج لكيس عشان يحفظه. طيب كمون ما قدر يحفظ نفسه، يحتاج لكيس، إيه يحفظك أنت كيف؟ أو يحفظ العربية من الحادث كيف يا جماعة؟ كده بالعقل. عشان كده دي كلها من التمائم، والتمائم قال بعض العلماء هي ما هي كل ما علقه الإنسان ليتمم له الأمر من جلب نفع أو دفع ضر. اسمع، أفهم الكلام ده كويس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فدي من الشرك بالله، الكمون اللي بيعلقوه ده شرك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. اللي بيعلق تميمة
النبي عليه الصلاة والسلام قال ده مشرك مشرك، فما تعلق كمون، لأنه تعليق الكمون من الشرك بالله، وده زيه زي أي حجاب يعلقوه، الحجبات اللي بيعلقوها في البلد دي وما فيها قرآن كذب ساكت، ولو من القرآن ذاته بدعة، أما لو من غير القرآن ده شرك وكفر عديل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة، يعني البسله تميمة أو حجاب، قال عليه الصلاة والسلام: فقد أشرك. فما يجوز يا جماعة تعليق الكمون ولا الحجبات ولا غيره. وبعض الناس بيعلقوا برضه في البكاسي في العربات تحت ضفيرة كده وفيها خشبة، خشبة كده متعارضة ضفيرة كده وفيها خشبة تحت عاملة زي حرف التي أو عاملة زي الصليب، بيعلقوها تحت بالعربية تلقاها جارة مع البتاع الوردي اسمها شنو؟ تحت اللساتك بيجاي وبيجاي، يعلقوها يعتقدوا انها بتنفع العربية، ده شرك بالله، لأنه اللي بينفع والذي يضر هو الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعلقوا صورة الشيخ ذاته، تلقاه اشترى دفار جديد ب2 مليار مثلا، الله اداه من السماء، ادى رزق من السماء في ظل الظروف الصعبة دي، والناس عايشة ظروف صعبة، ربنا أكرم وأنعم عليه بحاجة يأكل بها كسرة ويجيب بها أكل العيش بإذن الله سبحانه وتعالى، بدل ما يقول الحمد لله ويحمد الله، لأن ربنا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. بدل ما يقول كده يقوم طوال يعلق له صورة بتاع الشيخ المكاشف اللي جاي أو البادراب، يكتب يا البادراب أو غراب. مرة لقيت بتاع لوري كاتب باليمين بجاي يا البادراب أبو غراب في الباب اليمين، وفي الباب الشمال كاتب المكاشفي ولا كاتب شنو ما أعرف. سألنا قلنا ليه ليه طيب شرك بالجنبتين؟ قال له لوري اتكى داري تقلب باليمين البادراب، شيوخ البادراب يعني مش القبيلة، احنا بنقصد الصوفية ديل اللي قاصدينها، ما عندنا مشكلة مع قبيلة من القبائل. قال ديل بيمسكوها شيوخ الصوفية دي، إذا اتكى بجاي داري تقلب بالشمال المكاشفي بثبتها، والمكاشفي والشيوخ التانيين الصوفية ديك كلهم ميتين، لو كانوا بيمسكوا لهم لوري إنه ما يتقلب وصاحبه يموت ويسلم الروح كان مسكوا روح نفسهم، ما كان ماتوا ناس المكاشفي وناس غيرهم، ما كان ماتوا. والموت مصيبة، ربنا قال: فأصابتكم مصيبة الموت، فما كان لحقتهم مصيبة الموت إذا كانوا بيقدر يدفعوا المصائب عن الناس. عشان كده يا جماعة ده كله من الشرك، وده نفس شغل الأصنام الزمان، تعليق صور الشيوخ في دكاكين الذهب، وتعليق الشيوخ في الصيدليات وفي البغالات الكبيرة أو في العربات عشان تحفظ هذه الأشياء عشان تحفظها، ده شرك كبير جدا، شرك أكبر. الشيخ ده لا بينفع لا بيضر، لكن ده نفس شغل ناس زمان في جزئية اللي هي شنو؟ ناس زمان كانوا الصالحين اللي في ظنهم اللي عندهم كانوا بينحتوا لهم أصنام، لأنه ما كان عندهم كاميرا أو موبايل جالكسي يصوروا به، يعني لو كان عندهم كاميرا أو موبايل بيصور كان كل ذول شال صورة أبوك الشيخ في الموبايل، لكن ما عندهم موبايلات بتصور ناس زمان، أهل الشركة زمان، عشان كده كان بينحتوا أصنام. فالأصنام دي ما مجرد حجار يا جماعة، زي ما يجيبوا لك في المسلسل المصري الديني واقف كده صنم يقول لك خامون رع، لا، الأصنام دي عندها قصة، هي شنو؟ الأصنام دي صورة لناس بيعتقد فيهم الصلاح، سواء كانوا صالحين حق حق أو كانوا على الباطل، لكن الناس ظنوا أنهم صالحين، فبس ما كان عندهم موبايلات يصوروا بها. الليلة الشرك اتطور، طوروا شيوخ الطرق الصوفية، دي كل القصة بسيطة جدا، طوروا بقى صورة الشيخ يصوروا ويعلقوه في الحفلة، ده شنو؟ يقول لك الشيخ بيحفظ الحفلة، وين الشيخ؟ يقول لك صورته بيحفظ الحفلة، طيب الشيخ وين؟ يقول لك مات له 200 سنة، طيب لو كان بيحفظ كان حفظ روحه من الموت يا ناس، كان حفظ روحه من الموت ما كان مات كده، بس بالعقل كده. ثم اللي بيحفظ هو الله ما الشيخ، حتى لو حي ما بيحفظ، اللي بيحفظ هو الله جل جلاله، ربنا قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن كل نفس
لما عليها حافظ، فربنا هو اللي بيحفظ. شيخ الطرق الصوفية ما بيحفظوا لأنهم ماتوا يا أخي، خلي ماتوا شيوخهم الأحياء ديل، قاعدين يمرضوا ولا ما قاعدين يمرضوا؟ قاعدين يمرضوا. الواحد يمرض من شيخ الطرق الصوفية، شيخ طريقة كبير تلقى قدر الدولاب، عيان عنده وجع كرشة لأنه ضرب كثير، ضرب العتان والتيوس وكلهم العنبلوقات كلهم ضربوا، جاءوا جاته كتمة نفس جوا هنا في المصارين، وكمان من الافتراء بتاعه ما بيعالجوه هنا في مستشفى الخرطوم التعليمي، يقول ودوني اسبانيا. ما سمعت بازرق طيبه مشى اسبانيا؟ مشى لحد اسبانيا تعالج. وانت لما تمرض يقول لهم ما تودي الدكتور، جيبونا نبزغ ليه في راسه. طيب تعال يا زرق طيبه، والله نبزغ ليك بمخاتته في راسك. اذا كان اصل البزاق بيعالج يا مستابل، لما يمرض يمشوا اسبانيا. والهلك ذاك بتاع طابت عبد المحمود لما مرض ودوه تايلاند، تايلاند يبقى الشيخ ما بينفع ولا بيضر. لو كان بينفع او بيضر ما كان مرض يا ناس، كان دفع المرض عن نفسه. فطالما بيمرض وكمان يقول لا 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 ما تعالجونينا في السودان، ودوني تايلاند، ودوني اسبانيا، ودوني بريطانيا، معناته لا بينفع ولا بيضر وما نافع ذاته. لا متفهم المعلومه دي. فتعليق صورهم في الحفلات وفي البقالات لجلب النفع الرزق او لدفع الضر ده من الشرك بالله. والرزق ده يا ناس عند الله. الناس الان الليله عايشين حياه صعبه، العيش صفوف، البنزين صفوف، الجازولين صفوف، صح ولا ما صح؟ القروش، الصرافات، البنوك صفوف. الناس ليه ما تلجا لله؟ الناس الان بيفتشوا بالسبب، واحد يقول لك السبب ذاك، واحدين يقول لك السبب الحاكم، واحدين يقول لك السبب ذاك. السبب ما بيعمل لك شيء، انت فتش العلاج، الدواء. الجأ الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اذا دعيته والله ربنا يرزقنا من فوق وتحت. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لو الناس امنت ووحدت ربنا تمام واتقت ربنا، ربنا بياكلنا من فوق ومن تحت. لكن الليله البلد كلها قبب، قبب تعبد من دون الله، يتبركوا بها طين. واحد بيحكي لي يومتها قال انا كنت صوفي كبير، ما خليت الاشيكينيبه، ما خليت زريبه البرعي، ما خليت وين الكباشي، ما خليت وين. قال 15 سنه لافي في القبب والزرايب. انت ليه استفدت شنو؟ علموك ايه؟ قال لي لا. قال لي كنا بنصدر طينة وضة الطريفي، بيجيبوها من الشكانيبة، اقلعوها من الطين من العفن محل الكلاب بتبول، اقلعوها من تحت. قال لي بنجي نبيعها في سوق ليبيا طينة بتاعت وضة الطريفي. طيب الطينة الليلة ما نفعتكم ليه؟ ليه ما نفعتكم؟ وما نفعت الشيوخ وضة الطريفي ذاته مات وهلك، ليه ما نفعت الطينة بتاعته دي؟ يا ناس افهموا، ما في علاج في طين يا أخي، ولا في علاج في بزاق بتاع شيخ ولا مخاطة بتاع شيخ. ده كلهم دجالين ومجارمة، وهم السبب في محق كثير من البركة في البلد دي وغيرها من بلدان المسلمين، لأنه نشروا الشرك بالله الذي هو أظلم الظلم. قال الله عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما أشركوا، يعني الآية معناتها كده، لما أشركوا لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. ده الحاصل. لكن لو آمنا ربنا تمام وحدنا بالله تمام وكفرنا بالقبب وبالقبور اللي بتعبد وبشيوخ الطرق الصوفية، والله أمورنا تمشي لقدام، والله الذي لا إله غيره، لأنه ده وعد الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ربنا قال، ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الله داير مننا حاجتين، دار تاكل تمام وتعيش حياة تمام في رخاء وفي رخصة، وأكل تمام وعلاج تمام ولبس تمام. الله قال آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن ده ما بخلوك تؤمن وتتقي بسهولة، يحاربوا الدين يا أخي وينشروا الشرك بالله عز وجل. ناس لليلة بيجوزوا للناس الشرك، يجوزوا لهم دعاء غير الله، يقول لهم تخلوا الله،
وتنادوا الميتين وأصحاب القبى. زي ما قال البرعي ده كتاب وأنا ما جبت حاجة من رأسي. الصفحة 119 السطر الأول كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ البرعي شيخ الزريبة. قال شنو؟ قال إنابة خب في البلاد نزيل، إذا حصل أمر عظيم أو مصيبة في البلد قال قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. قال إذا حصلت مصيبة في البلد أوعك تنادي الله، أوعك أدعو إسماعيل لأنه ولي. إسماعيل ده المدفون في الأبيض، قبته في الأبيض، لو في ناس من الأبيض بيكونوا عارفين الكلام ده. وقبة إسماعيل ده ذاته البرعي قال نادوه خلوا الله، صحيح؟ قبة إسماعيل ده ذاته ربنا سبحانه وتعالى رسل لها هبوبة بس، هوا هوا بس ولا مطر، ذاته اتفرتقت وقعت طوبة 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 طوبة. البرعي قال إذا حصل مصيبة في البلد كلها السودان جد، قال ما تنادي الله، نادي إسماعيل ده بغيثك، ما الله البغيثك، تبا ليك يا البرعي. طيب ربنا رسل هبوبة، والله موه ما فيها هبوبة، ربنا فرتق القبة كلها، الصوفية من البلادة بتاعتهم بدل ما يقولوا تبنا لله وآمنا ووحدنا قالوا لا، ديل الوهابية قالوا رموها، نحن ما رمينا. لكن في النهاية اترمت ولا ما اترمت؟ اترمت. طيب إسماعيل ما مسك ليه؟ لو رموها الوهابية ولا فريق الترجي التونسي؟ في النهاية اترمت ولا ما اترمت؟ اترمت. في النهاية إسماعيل الصوفي ما ثبته؟ ما ثبته. ما قدر يمسكه؟ ما قدر يمسكه. وقعت؟ وقعت. معناته الله قادر ولا ما قادر؟ قادر. ربنا سبحانه وتعالى قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. رمى ليك قبة إسماعيل الولي فارتقى طوبة طوبة، قبله قبة فيها بفروع تحت المكاشفية القادرية المكاشفية، أمشي الليلة شوفها جنوب الخرطوم الجماعة بيعبدوا فيها المكاشفية. ربنا رسل لها صاقعة من السماء فارتقى طوبة طوبة، وأنا ما شفتها والله ما شفتها. القبة دي الطوب ذاته تفرتق، يعني ما بتلقى رزمة الطوب كده ملصقة مع بعض واقعة، لا الطوب ذاته تفرتق كأنه جابوا لها بنائين فكها طوبة طوبة، شفت اتفرتقت طوبة طوبة، وجنبها شجرة ضخمة اتحرقت كلها بالنار بتاعت الصاقعة. الجماعة المكاشفية بدل ما يقولوا الله رماها وعشان نتوب ونرجع له ونخلي عبادة الكبب والشرك بالله ونوحد الله ونعبد الله براه، قالوا لا لا الصاقعة كان وقع في الحلة جوا، لكن الشيخ قام فدى ناس الحلة، يعني بقى كومارة بشلخة، فدى ناس الحلة وجر الصاقعة وقال غزاها جوا القبة لحد ما فرتقت راس الشيخ وسروال ذاته. يا ناس فهم، ناس زي ديل وعغايد وسخة زي دي، وده الليلة الما بيخجل من روحه ده لليلة بيأصل للشرك يا أخي، بيأصل للكفر بالله ولعبادة القبور ولتعليق التمائم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. لليلة بيأصل للشركيات. يبقى كيف حال البلد دي تصلح يا ناس؟ يا ناس ربنا قال، ربنا قال المصايب الحاصلة دي كلها، عيش ما في بنزين ما في جازولين إلى آخره، مصايب دي ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم سويتوا براكم، سويتوا براكم. وأخطر مصيبة وأخطر جريمة هي الشرك بالله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ينادوا حسن واتحسونا قالوا بدي الجنة، وسمعنا إنه واتحسونا أصلا ربنا ما رزقوا جنة لما مات، والناس ينادوا يقول لا دين الجنة، لو صح هذا السمع أو لم يصح في النهاية ما بدي الجنة. يا ناس البدي الجنة الله. لليل الناس بيخلوا نسوان ويمشوا للفكية، بجاي في فكي، بجاي في فكي، مشتري له قريب 12 عربية موقفة، من وين؟ عندك زراعة يا فكي؟ لا لا، ورثة من أبوك؟ ما عنده طرادة، جبتها من وين؟ جابها من نسوانكم ديل. تجي المرأة يقول لها عامل لك عارض كبير، وأنت أكبر عارض يا فكي. ولليلة بشرى الدجال هنا، بشرى الدجال ينتظركم تمشوا الشغل يلم النساوين هنا ده، نساوين قال بيقرا لهم يا كديس راسك مفلوك وعندك طيوك، هسه ده قرآن؟
والنسوان قال استحضر. هسه ده بيخلي زول يستحضر يا كديسة براس مفلوق وما عندك طيوب المرة كيد تشتح لي قدامه. والصعاليق الشماشة قاعدين شيلوا المرة يرفعوها مرة يرفعوها فوق ويخطوها برا وديك تجي تشتح برضو قدامه. ما شفتوا انت ده دين يا ناس؟ اذا كانوا الدجاجلة والفكية والمشعوذين شغالين في البلد دي على قفا ما يشيل، كيف ما يكون في عيش؟ كيف ما يكون في وقود وبنزين وجاز؟ بعد شوية نخاف انه الهوى ذاته يقيف يا ناس. طوبوا الى الله عز وجل واتركوا الشركيات دي وحاربوا الدجالين وشيوخ الطرق الصوفية والفكاهة ووحدوا الله والجوا الى الله واستغيثوا وادعوا الله تبارك وتعالى. ربنا قادر يرفع البلاوي فينا في اقل من لحظة، في اقل من لحظة. ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والله ما محتاجين لاي زول، لكن احنا محتاجين لله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.